السؤال السابع بيقول: The man below is at rest. Find the normal force on each hand. هنا يعني if الماس ب 82، نحط هنا على طول 82 كيلو جرام. الام جي اهي، الام جي ب 820 نيوتن، والمسافات زي ما كتب لنا 4، وهنا 40 سنتي، وهنا 95 سنتيمتر. طب هو عايز الفورس دي بتاعت الهاند، هو طبعا هنا في 2 فورس ان ايتش هاند، نسميها اف مثلا 2 اف وخلاص، 2 اف هاند، وهنا 2 اف فوت مثلا. هناخد التورك هنا اشمعنى؟ عشان ده يضيع، مش محتاجينه في حاجه، فنقول سجن التورك عند الفوت يساوي صفر. طيب طبعا لو خدنا التورك هنا هيضيع ده، لان ده مش عايز يقول اصلا، هيطلع لنا الام جي اللي هو بيعمل عكس عقارب الساعة، بيلفف عكس عقارب الساعة، فنقول 820، المسافة بتاعته 95. طيب ماينس 2 اف هاند، طبعا لان يدين كل واحدة تضرب في المسافة كلها اللي هي 135 يساوي صفر. يبقى مرة تاني خدنا التورك هنا بصفر، ده يضيع، ده يعمل موجب قوة في مسافة، وهنا الهاند يعمل سالب. اذا الاف هاند بتساوي كذا نيوتن، وزي ما اتفقنا اغلب مسائل شابتر 9 بتكون معادلة التورك بتحل لنا المشكلة على 270، فطلعت 288 ونص او 289. يبقى كل ايد عندها نورمال فورس ب 289 نيوتن.